معنا عبر الهاتف الاعلامي الكبير المحترم استاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. انا دايما بكون سعيد معاك يا زميلي العزيز طبعا استاذ كريم، ومتالق دايما ومن نجاح لنجاح يا حبيبي. مشرف ومنور كالعاده. الله يبارك فيك. بالتاكيد حدث الساعه هو اقامه المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا في المغرب. عايز اعرف موقف اتحاد الكره السابق في هذا الامر، هل ارسل احتجاج للكاف بخصوص هذا الامر؟ هل سيرسل احتجاج اخر خلال الساعات القادمه؟ موقف الاتحاد المصري لكره القدم من قرار الكاف ايه؟ يعني خلينا اقول لك ان احنا كاتحاد مصر لكره القدم لازم ان احنا نحافظ ونقاتل من اجل مصالح انديتنا طبعا، والنادي الاهلي بصفته هو المشارك حاليا في دوري بطوله الابطال، وان شاء الله في طريقه للمباراه النهائيه، وهو دايما في هذه البطولات بيكون مصدر البسمه والسعاده للجماهير المصريه. فاحنا كاتحاد مصري موقف ناشئ مكتوب في الايدي، احنا لم نتقدم باحتجاج واحد فقط بل باحتجاجين اثنين على مدار الايام الماضيه. ارسلنا خطاب اول وخطاب ثاني، كان فحوى الخطابين الاثنين ان احنا كالاتحاد المصري لكره القدم بنطالب الاتحاد الافريقي بتحديد ملعب محايد، طالما ان يعني كل الدلائل وكل النتائج بتؤدي الى ان المباراه النهائيه هتجمع ما بين الوداد المغربي وما بين نادي الاهلي المصري، وبالتالي اقامه المباراه في المغرب الشقيق ده هيخل بمبدا تكافؤ الفرص، لانها هتجمع ما بين الوداد طبعا وما بين الاهلي، وجماهير الوداد يعني بصوره كبيره جدا هتكون هي الاكثر في المدرجات ان المباراه بتلعب في المغرب، وبالتالي ارسلنا الخطاب الاول والخطاب الثاني. النهارده احنا كنا متواجدين في الاتحاد المصري لكره القدم، كان في او في اجتماع مع معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. بعد انتهاء الاجتماع فوجئنا بصدور قرار الاتحاد الافريقي، واحنا لسه كنا موجودين داخل الاتحاد حوالي الساعه 9 وشويه، على طول الاستاذ جمال علام قال لازم نرسل خطاب ثاني حالا للاتحاد الافريقي، بنحتاج فيه وبشده على اقامه المباراه في المغرب، وان ده هيخل تمام المادة تكافؤ الفرص وبالنادي الاهلي اللي هو بيمثل الكوره المصريه. السيد وليد العطار المدير التنفيذي بالفعل ارسل الخطاب في لحظتها الى الاتحاد الافريقي، وفي اتصالات مكثفه، وان شاء الله يعني في طريقنا الى الرد من الاتحاد الافريقي خلال الساعه القادمه. يعني الخطاب النهارده كان لشقين اثنين، الشق الاول اقامه المباراه في المغرب وتكافؤ الفرص ما بين الاهلي وما بين الوداد، والشق الثاني ان انت كمان مقرر اقامه المباراه يوم 30، وفي مباراه للمنتخب المصري في اطار تصفيات كاس الامم الافريقيه امام غينيا يوم 2، وبالتالي الفتره الزمنيه ما بين 30 و2 يعني انت عندك 6-7 لعيبه اساسيين من قوام المنتخب المصري مشاركين في النادي الاهلي. صحيح. فهيبقى اجهاد كبير جدا، والفتره الزمنيه وانت عارف اجندتك الدوليه ان في مباراه للمنتخب المصري يوم 2، ازاي تقرر كمان المباراه النهائيه تكون يوم 30؟ فاحتجينا كمان على هذا الامر. عظيم جدا. الاحتجاج اللي قدمته في بخصوص هذا الامر هل يتضمن مطالبات معينه؟ هل يتضمن التراجع عن قرار اقامه المباراه في المغرب؟ هل تتوقع اصلا تراجع من الكاف بخصوص هذا الشأن، عشان خاصة انه الكاف لم يتراجع قبل كده في قرار مشابه؟ يعني خليني انا بصراحة مش متفائل اللي بيحصل، خليني ده برضو بيصير في نفسي امور كتيرة جدا. يعني الاتحاد الاوروبي بيعلن عن اقامة المباريات النهائية لحظة اجراء القرعة، قال ده السنة دي هيقام في باريس، هيقام مثلا في بروكسل، في اي بلد من البلدان الاوروبية. صح. وبالتالي المفترض انت كاتحاد افريقي لو انت اعلنت منذ فتره زمنيه اثناء دوري المجموعات ما كانش حد هيلومك. صحيح. لان طبعا كل الفرق ممكن تصل وما توصلش، وبالتالي دلوقتي لما تيجي تعلنها في توقيت زي ده وانت عارف ان الوداد المغربي خارج فاز خارج الارض 3 أهداف مقابل هدف امام بيترو اتلتيكو، يبقى معناها ان في شك في هذا الامر، وبالتالي انا محبط من حتى ردود الاتحاد الافريقي خلال الفتره الماضيه. طب احنا ارسلنا خطابين قبل كده، الاتحاد الافريقي برضه مش عارف ماشي في نفس الاتجاه وفي نفس النهج، والنهارده يطلع القرار بتاعه، لكن احنا ارسلنا الاحتجاج يعني بلغه شديده جدا النهارده، ومنتظرين الرد ان شاء الله، وهيكون في اتصالات مباشره ما بين الاتحاد الاستاذ جمال علام ومسؤول الاتحاد الافريقي عشان نشوف حل لهذا الموضوع خلال الساعات القليله القادمه. طيب اكتر سؤال اثير في الفتره القليله الماضيه هو سؤال متعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولماذا لم يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم طلب للكاف باستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا؟ لماذا؟ يعني عشان النهاردة الكاف أصدر في بيانه أنه المغرب والسنغال فقط اللي تقدموا، والسنغال انسحبت، وبالتالي ما كانش قدامه غير الموافقة على طلب المغرب. تمام. أنا الإجابة على السؤال ده هتحمل شقين. الشق الأول إحنا
تم انتخاب الاتحاد المصري لكره القدم 5 يناير 2022. طبعا اول ما تولينا المهمه بعدها بيومين كنا موجودين فين في الكاميرون عشان نهائيات كاس الامم الافريقيه اللي دامت اكثر من 32 يوم. وجينا من الكاميرون كان عندك مباراه السنغال والاستعداد للسنغال، وبالتالي الفتره الزمنيه اللي احنا كنا موجودين فيها الفتح باب التقدم لاستضافه المباراه النهائيه كان قبل شهر يناير. تمام كده؟ وانتهى في فبراير، وانتهى في فبراير، فبعدين يبقى الشق ده بتحمله شقين، خلينا احنا نتكلم في الجانب الاتحاد الحالي واللجنه الثلاثيه السابقه برئاسه الصديق العزيز المهندس احمد مجاهد. يعني الفتره الزمنيه اللي كان موجود فيها المهندس احمد مجاهد كان عنده اريحيه في الوقت، ما كانش عنده احنا لسه جايين اجراءات استلام وتسلم، وبعد كده كمان عندك مشاركه في نهائي كاس الامم الافريقيه، فكل مجهودك كان منصب مع المنتخب المصري ووجودنا في الكاميرون حتى المباراه النهائيه. فالفتح باب التقدم كان موجود اثناء اللجنه الثلاثيه، الغلق بتاع باب التقدم كان موجود اثناء فتره الاتحاد الحالي، لكن زي ما انا بقول لك ان احنا كاتحاد حالي كان عندنا ارتباطات كثيره جدا مع منتخب مصر سواء في الكاميرون او مباراتي السنغال، فكان كل الجهد متوجه الى هذا الاطار، لكن ما بلومش برضو على اللجنه الثلاثيه، ربما كان يكون عندهم بعض الامور، هي اخطاء وقعت ولازم نحن نتلفاها خلال الفترات القادمه، وده اللي احنا شغالين عليه، اي خطا واي سلبيه كانت موجوده في الفترات السابقه بنحاول ان شاء الله خلال فتره تواجدنا ان احنا لا نقع في مثل هذه الاخطاء، ونحاول ان احنا بنبدا عهد جديد زي ما بنقول وكل حاجه. طيب خلال الفتره القليله اللي انتوا استلمتوا فيها وكان لسه الباب مفتوح للاستضافه، هل الاهلي طلب وقتها من الاتحاد المصري لكره القدم استضافه المباراه النهائيه؟ هل تقدم وقتها حتى الزمالك ما كانش لسه خرج من البطوله بطلب ممثل اتحاد الكره المصري، ولا الاهلي والزمالك ما طلبوش الطلب ده؟ اللي انا عرفته ان اللي كان طلب ده كان بيراميدز في الكونفدراليه. يعني بيراميدز هي اللي كانت طلبت، وبالتالي كان تقدم برضو يعني اتبعت للاتحاد الدولي بطلب باستضافه النهائي في الكونفدراليه الاتحاد الافريقي، لكن علمي ان الاهلي والزمالك ما كانوش طلبوا، لكن لو زي ما انا بقول لك لو احنا حتى في الفترات القادمه ان شاء الله ان لم يطلب اي نادي مشارك في هذه البطولات احنا كاتحاد مصري هنتقدم بعد ما وافقت وزاره الشباب والرياضه وافقت الحكومه المصريه على استضافه مثل هذه الاحداث الرياضيه ان شاء الله. استاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.